مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ اليوم فيديو عن النيو جينيا امبيشنز، نبات ظل. بحب الظل، ما بحب الشمس. اذا رحتوا اشتريتوه من المشتل ما تضيعوا وين تحطوه، هيدا بده في اضاءه بس بلا اشعه شمس مباشره. اليوم معكم رح انقل هدول الاثنين، انا جبت اثنين واشتريت لهم تربه من المشتل، تربه جاهزه للزراعه. رح احطهم اثنيناتهم بقلب هيدا البو. هيدا البو اصدقائي جبته من تحت، صحنه منه وفيه هون، شوفوا صحنه هولي، بنصحكم فيهم هول اصدقائي، بنصحكم جيبوهم للبالكون، ما بيجوي لكم الارض. فيكم ترجعوا تفضوه اذا عبى فيه شويه رمل، ترجعوا بتفضوه بقلب البو نفسه يعني، اوكي؟ وكتير براتيك وشكله حلو. هلا اصدقائي رح نحط اول شيء التراب. تربة خفيفة كتير على الجزر. النيو جينيا امبيشنز ما بتحب تعطش، بس بنفس الوقت كترة المي تنزع لوراقها، يعني شوفوا كيف اذا كترنا عليها مي، شوفوا الورقة كيف بتصير. شفتوا؟ رح فرجيكم وحده ثانيه عندي اياها زياده مي حتى تعرفوا عن شو عم بحكي. لحظه، مثل هيك، ليكو هرت الورقه لوحدها منزوعه، هيدا كتره مي، اوكي؟ فانتبهوا الري ما يكون كثير غزير عليها، بس ما بدنا نتركها تعطش، والافضل انه ننقلها على بو اكبر حتى البو الكبير يحفظ المي بشكل اطول من ما هيدا بيحفظه، لان هيدي اخر شيء رح تموت اذا ضلت بهيدا البو. بدنا ننقلها على واحد اكبر حتى نحن نروي اقل، بس مش مي، نروي عدد مرات اقل قصدي. هلا رح احط هون تراب تحت، اول شيء بنحط شوي تراب. رح أقدم شوي الكاميرا لتشوفوا مزبوط الحوض. نسبة بدي أقول لكم شغلة كمان، إذا حطيتوها بالشمس فترة 10 دقايق أو ربع ساعة ورودة دغري رح يدبلوا، يعني أبدا ما بنصحكم توجهوها صوب الشمس أبدا. ومنقيس هيدا اذا صار قد ايه طوله. هلا هيك نحن رح نحط اثنين هيك كثير منيح، اوكي؟ هالقد تراب بالكعب بقد، انا حطيت تراب هالقد تقريبا. شوفوا كيف ننقلها. بنحط ايدينا هيك بالنص، شوفوا كيف هيك، اوكي؟ مسكتها من الجهتين وبقلبها نزلت. هلا شوفوا جزره هون، انا بدي فرفته شوي للجزر حتى يصير ياخذ ويعطي مع التربه الجديده. حط ايدي من تحت وعم بفرك. شوفوا كيف فرطت الجزر شوي، شوفوا هالقد كتير منيح. طب النص هيك والتانية هون، لا بحط وحدة هون ووحدة هون تطلع مرتبة وشكلها متناسق بالبول. يعني هن حاطينكم هون الحفة تبع البول، انتو وصلوا التربة على قد المستوى. مشاهدينا اوعى تحطوها بالشمس، نصيحة عن جد، لانه انا حطيتها بالشمس فترة ودبلت على الاخر. بس شو الحلو فيها انه لما تدبل الوراق بينزلوا وبكرنشوا شوي على بعضهم، بس لما تسقوها ما بتخسروا الورقة، بترجع بتفتح الورقة بتتعبى مي، يعني ما بتنتزع.
في عندكم نبات بمجرد ما يعطش ويدبل وتكرنش ورقته خلص تخسروا، هيدي لا بترجع بتعطيكم شانس تاني. بس تكرار العطش هو اللي بيأذي الانسجه تبع الورقه، فما بنصحكم من الاول تحطوها بالشمس حتى نحافظ على ورقتها، كمان وردتها كتير حلوه بدنا نحافظ على وردتها في، ويكون عليها اضاءه حتى تعطيكم ورد بنفس الوقت بس مش يجي شمس مباشر. وبحطهم نفس العلو يعني نفس الارتفاع هي والفئتها، ما بحط وحده قصيره وحده طويله، هيك اذا كبروا بيكبروا سوا مع بعضهم. خلينا نضلنا محافظين على الترتيب نحن وعم نزرع على جمال البول، لانه هاي بدنا نشوفه على طول بوجنا، فخلينا ننبسط ما نقول انه يا الله يا ريت زرعتها هيك او يا ريت زرعتها هيك. من الاول هيك اشتغلوا على مهل على رواق وبذوق، انتم كلكم ذوق انا عارفه هيدا الشيء، بس للي اول مره عم يزرع عم بعطيكم الافكار اللي مرقه علي حتى انتم ما تمرقوا فيها. طالعين منظرهم كثير حلو. هلا شو بعمل؟ رح بلش جيب تراب وعبي. اذا لاحظتوا ما استعملت المغرفة انا وعم عبي التراب، ليش؟ لانه اوقات هيدي بتدق بالوراق وبتنزعن، يعني بستعملها بس لما يكون عندي الحوض فاضي ما يكون في بقلبه وراق، خاصة هيك وراق صغيرة ما بديها تتكسر. كفوف اذا حابين واستعملوا ايدكم. التربة رطبة شوي ليكو فيها رطوبة اذا عملتها هيك. هلا لما بدي اسقي ما رح اسقي كتير مشبع، بدنا ننتبه لهيدي النقطة لان ما بدي صفر لوراقة. حبيبي وما تعلوا التربة عن تربتها الأصلية، خلوا نفس مستوى تربتها التربة الجديدة اللي بدنا نحطها. عم شيل التراب يلي اجوا فوق تربتها الأصلية، لأن أصدقائي مرات في نبات بيختنق إذا حطيته تربة فوق تربته الأصلية بنخنقه، فخليه مثل ما هو، بس نحنا اللي بنغير فيه هو انه فرفتنا شوية تربة من تحت. بكبس شوية تربة لتحت لان بيكون في فراغ بيكون في هواء، انا بدي اكبس شوية تربة لان لما بسقي مي رح تهبط التربة، فانا لما اكبسها ما بتهبط كتير عن مستوى التراب الزريعة الاصلي، مستوى التراب الاصلي. بدي الفت لكم نظركم كمان لشيء، اذا اهتمينا هيك بالتفاصيل بيطلع عنا شيء كثير حلو. مثلا انا عندي هيدي النبته نيو جينيا امبيشنز وردتها لونها احمر، شو الحلو نحط معها بو اي لون؟ انا نقيت لها اللون الاسود، حسيتهم رح يلبقوا طالعه هيك كلاس ومرتبه وفخمه. مثلا اذا حطيناه لتفرجيكم هيدا لو حطينا بواحد هيك مع اللون الاحمر، ليك مش طالع ما حلو، او مثلا احمر مع الموف. هلا الاحمر مع الموف شوي اضبط، بس الزهر مع الاحمر ما زبطه، الاسود حسيته هو اضبط شيء. هيدي بحطها لنبات مثلا منه مزهر، مثلا عندي لسان الحمى لغرفه اطفال في حطها لبنات صغار تعطيهم اكسجين بالليل. الفكره انه نلبق ورده البلانت مع البو حتى تطلع حلوة. حتى فينا نستعمل هيدا اللون، هيدا مقبول مع هيدا البلانت كمان، يعني بيطلعوا مهضومين مش غلط. رح اسقي هلا انا شوي، رح رتبها ترتيب، ما رح خلي مي تنزل من فتحة الصرف لانه مثل ما قلت لكم لما نقلت البلانت كانت عليها مي شوي، اذا كنتوا ساقيينها ونقلتوها ورجعتوا شبعتوها مي يعني اختنقت المخلوقة خلص صارت كلها معباية مي مي. وما برش مي على الوراق دايما على التراب، انا بنصحكم تستعملوا هيك مرشة بتكون معتدلة بتوزيع المي، ما بنكون كتير عم ندلق مي فيها خاصة بالصيف.
اكيد عم بحكي كرمال النباتات الصغار، كرمال الاشجار وكرمال نبتة كبيرة لا، ساعتها استعملوا عندكم سطل عم تحطوا بالكيلة، ما هيدي انتو حرين، بس للصغار هيك مرشة بتسيطر على كمية المي اللي عم نعطيها افضل، وكمان للبذور هيدي منيحة. لاحظتوا كيف عم شيل الوراق وعم بسقي؟ ما عم بسقي هيك عليها من فوق، عم شيل الورقة وعم بسقي. وردتها بتعلق على الورقة لما تيبس، مشان هيك انتو بدكم ضلكم عم بتنطفوها لنيو جينيا امبيشنز. إذا في عندكم ورقة مصفرة شيلوها حتى يطلع بدالها، وإذا عندكم وردة مثلا دبلت تنقول مثل هاي حنة بينزلوا على الوراق. بينزلوا على الوراق بصير منظرها مش حلو. لان اذا خلينا الورد يلي دبل على الوراق بخف عملية الفوتوسينتاز التمثيل الضوئي، بنكون نحن عم نسكر مسامات الورقة، ببطل هي تاخد الاضاءة يلي هي بحاجة لها. وعملية النقل هيدي نقل كمي اسمها، كمي يعني نقلناها كلها بتربطها بالطبارة تبعيتها نقلناها، فينا نعملها بأي وقت بالسنة. أنا بعتقد حكيت كل شيء، بعتقد إن شاء الله ما أكون نسيت شيء. كل زيادة المي شو بتعمل بالورقة؟ بصير عليها بقح لون بني. شوفوا. وعلى فكرة أصدقائي عندي أنا ورقتين نيوجينيا، عندي هالبلانت ورقتها خضرة فاتح، وعندي الأخضر الغامق. الأخضر الغامق قدرت تحمله أكثر من الأخضر الفاتح، أنا هيدا اللي لاحظته، إنه هيدي سريعة حساسة أكثر، هيدي لا بتتحمل شوي مقاومة أكثر، بس نيناتهم ورودهم كثير حلوة. يعني هيدي كثرة المي بتبين عليها دغري، فدغري بيتأثروا وراقها، بينما هي لا عم تتحمل شوي، إذا أنا خربطت بموعد الري عم تتحملني يعني، كتر خيرها. لاحظتوا أخضر فاتح وأخضر غامق. بس نيناتهم نفس الشيء وبيعطونا نفس كمية الورد بتنيناتهم. هالفيديو هون، إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالفيديو. وردة كتير حلوة، بنصح الكل يجيبها على بيته، ما بدها كتير معاملة صعبة، بس بدها إنه بعدوني عن الشمس، يعني كله ما تحطوني على الشمس لأن دغري بحترق. بشوفكم أنا بفيديو جديد أصدقائي، كان معكم قناة زريعة، باي.